اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكل سناب شات تسجيل الدخول. قم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، بعد ثم قم بالضغط هنا على تطبيقات، وبعد ثم قم بنزول إلى الأسفل والضغط هنا على سناب شات خاص بكم. من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على إيقاف الإجباري، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الموافقة، ثم سوف نقوم بالضغط هنا على مكان التخزين، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على مسح التخزين، ثم سوف نقوم بإيقاف إعادة تشغيل واي فاي خاص بكم، بعدها سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل، هنا سوف نقوم بالبحث عن سناب شات خاص بكم. سوف يظهر على هذا الشكل. عندما تجدون هنا تحديد قم بضغط عليه وسيتم تحديث تطبيقكم سناب شات.